حرام، مش عشان انا بقول كده ولا بختلف مع شيخ، ولو الدنيا كلها قالت حلال وربنا قال حرام الموضوع منتهي. وليه هو ربنا قال حرام؟ اه ربنا قال حرام سبحانه وتعالى، قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ففسر لهو الحديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله انه الغناء. الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح البخاري يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. يبقى كده الموسيقى حرام بالكتاب والسنة، بالقرآن والسنة. انتهت القضية ومش عايزة كلام كتير. أنا بحبكم في الله.